بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في تضارس قضية السلفية ومنهج التغيير، وذكرنا أننا سوف نتدارسها بصفة أساسية من خلال بحث كان نشر في مجلة الدعوة التي كانت تصدرها الدعوة السلفية في حينها. ذكرنا في المرة السابقة تمهيد عام عن الموضوع، ونشرع اليوم في قراءة البحث. أيضا سيكون هذه المرة فيها قراءة مقدمة البحث مع إعطاء تصور عام عن بقية البحث بإذن الله تعالى. يقول البحث: فرض الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية أن تعلي كلمته في الأرض، وأن تسعى أن يكون الدين ظاهرا، أن يكون الدين الظاهر على الأرض هو دين الله سبحانه وتعالى، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأوجب على كل مسلم أن يكون مؤثرا في من حوله والمجتمع الذي يعيش فيه بالخير، أي آمرا بالخير ناهيا عن الشر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. القضية دي يأتي لها تفصيل في ثنايا هذا البحث أيضا في معنى هذا الحديث ومعنى تغيير المنكر، ولكن نريد هنا أن نشير إلى قضية مهمة جدا. عندما يأتي الدعاء إلى الله تبارك وتعالى يغيرون منكرات ما موجودة في المجتمع، ونفترض الآن أننا حصرنا كلامنا على تغيير المنكر باللسان، لأن سيأتي الكلام على أن تغيير المنكر باليد له ضوابط، وأن بعض المنتسبين إلى الدعوة قد يسيء تطبيق هذه الضوابط، فيجر هذا كلام أن قضية التغيير المنكر باليد قضية شائكة، وهي بالفعل كذلك، ولكن مع أنها شائكة لن نلغيها من القاموس الشرعي، نحن لا نملك أن نغير شيء من الشرع. إذا كان الحديث يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلا بد أن يكون في تغيير باليد. دلت بقية النصوص على ضوابط ومحاذير، وأساء البعض استخدام تطبيق هذه الضوابط، لن يدفعنا هذا إلى إنكار شيء موجود في الشرع. ولكن غاية ما نفعله أن كل ما تيجي القضية ديت نحاول نقولها مقترنة بضوابطها، مع أن الأمر يسع أنك تقولها كما في الحديث، هتقولها وتحيل على أن الضوابط موجودة في مكان تاني أو هتتقال في سياق آخر، لكن طالما أن القضية في سوء فهم أو سوء تطبيق، يبقى يفضل دايما تقولها مكتملة باحترازاتها إلى غير ذلك. فعشان كده بنقول قضية تغيير المنكر باليد لها شروط ولها ضوابط هنتكلم عليها في حينها. لكن احنا دلوقتي بنتكلم في إنكار المنكرات باللسان. لما بتيجي تنكر المنكر باللسان، أحيان كتيرة يخرج المخالفين على اختلاف أنواعهم ويقولوا دي حرية شخصية، وأنت الآن متعدي بإنكارك. أما تقول أنت بتنكر التبرك، يقول لك حرية شخصية، بتنكر الغناء والموسيقى، فضلا عن المنكرات اللي هي أعظم من كده. في ذات الوقت، طب هما هنا معنى كده أنه بيقول لك مع أنك تشوف الغلط تسكت. لما يجي يتكلموا على أمور هي من موازين اللي بيتكلم منكر، تجده يرغب بشدة في إنكاره، الرشوة والسرقة، ويتكلموا على السلبية وازاي الناس تحولت الى سلبيين. احد اسباب السلبية المتفشية في مجتمعات المسلمين ازدواج المعايير،
يعني اقول لك الغرب عندهم ايجابية. عنده ايجابية ليه؟ لانه اللي بيتعلمه في الحضانة قبل المدرسة ان هو صح، ان ده صح وده غلط، بيلاقي القوانين بتؤيده، وبيلاقي المجتمع بيقول له إيه لما تلاقي الحاجة الغلط ديت خد كل اجراءاتك لمنعها، والمجتمع بيوفر له قنوات كتيرة جدا يقدر من خلالها يمنع الحاجة اللي هو تربى على انها غلط، بغض النظر ايه الغلط ده وايه الصح. فاذا في الغرب ممكن تقول في درجة من درجات الانسجام المنهج التربوي هو هو متوافق مع المنهج القضائي، مع المنهج التشريعي، مع ثقافة المجتمع ككل، ومع الفساد اللي عندهم، إلا أن ده عامل درجة من درجات دوران حركة المجتمع. تعالى في مجتمعات المسلمين، الناس بفضل الله عندهم بقية من دين، فعنده حاجات كتيرة حرام، بس بيتقال له خليها في سرك، ما تنكرهاش ولو حتى باللسان، انك هتجرح شعور اذا كان صارت الان المنقبة، كما قال بذلك شيخ ازهري عفى الله عنه، انه المنقبة بتشتم اللي مش منقبات. يعني تخيل هنوصل لدرجة ايه، ان ليه هو منع البنت المنقبة انها تتنقب، انها بتشتم التانيين، بيقول لهم بتقول لهم انتم مستهترين، طب في المقابل ما برضو المحجبة بتشتم الايه المتبرجات، بقى كأن هيلزم مش حتى الانكار لا في انكار لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب، ده انت تعمل المنكر عشان ما يبقاش فعلك للطاعة شتيمة انت جرحت شعور اللي عامل المعصية. ده كلام اتقال من يعني رؤوس في بيشار اليهم بالبنان في العلم. طب يجي في مواقف تانية يقول لك لا لابد من انكار كذا ولابد لا، في المقابل بقى طب خلاص كده من بحساباته هو بقى النقاب منكر. لما بقى منكر بقى مطلوب ايه؟ ان كل واحد في نطاق سلطته يصدر قرارات بمنعه، وان كل واحد في نطاق اسرته يوعي الاسره، وكل واحد في نطاق جيرانه يوعي الجيران، وكل واحد له عمود صحفي يكتب على. يبقى اذا الفكره ان لما يحصل توافق على ان الشيء معين منكر، تلاقي كل الناس بيقول لك خد قنوات كتير. ممكن برضو يجي يقول لك ما توصلش ان انت تنفذ بايدك، لكن ما دام الشيء عندهم معترف بانه منكر، يبقى عمال يحثك على انك تفتش على كل قناه ممكنه لانكار هذا المنكر. فهنا المسلم بيعيش ازدواجيه، عنده منكرات كتيرة جدا بيطالب منه انه لا يتكلم ولا حتى يحاول يتحرك عشان ينكر. يجوا بقى في حاجات تانية زي الرشوة مثلا، هي حرام شرعا وهي مستهجنة اجتماعيا وقانونيا، يقول لك لا لما تشوف رشوة بلغ. طب اشمعنى؟ فاللي تربع السلبية انه يشوف الولاد والبنات ماشيين على الكورنيش ومطلوب منه انه هو حتى ما يبصش بصة جارحة، هو يبص الناحية التانية، عشان لو بصلهم بصة جارحة وثاروا عليه وحصل مشكلة الناس كلها هتلومه، هي انت مالك يا اخي بصت لهم ليه البصة الجارحة دي، ليه زجرتهم حتى بالنظر. طب اشمعنى بقى هيجي في قضايا تانية ده هو بقى ممكن يطلب منه انه يتحرك. فالناس بتشتكي من السلبية تجاه كسر قواعد المرور، السلبية تجاه تلوث البيئة، السلبية تجاه ما هي القضايا دي ولا القضايا الشرعية الاخرى. فاللي بقى انت خليته سلبي في القضايا اللي من جواه هو شايف انها منكرات، او متربي او متعلم وعارف انها في دين الله منكرات، وطلبت منه انه هو يتعايش معها، لا تتوقع منه الا انه يتعايش مع كل شيء اخر. بتعبر عنده ان الحرية الشخصية في امر العلاقة بين الرجل والمرأة، فاذا هو مش مستهجنها، فتقال له لما تشوفها انت شايف شيء طبيعي، لكن لما تشوف حد بيكسر اشارة المرور انت شايف منكر انكره، فخلاص هو كده منسجم. لكن هنا انت عايزه يفوت كل الموبقات دي، يتقال له يا اخي انت مالك،
وتيجي في حاجات في حس المسلم اقل، وساعات تبقى حاجات ما هيش منكرات اصلا، او تبقى حاجات فضلا ان يتحط في قائمة المنكرات حاجات شرعية، زي ده ممكن يبقى عند البعض النقاب ده اكبر منكر. إذن احنا بنقول قضية تغيير المنكر قضية فطرية قبل أن تكون قضية شرعية، لكن نتيجة أن البعض اللي بيوجهه بعض اللي بيوجهه بيبقى عنده المنكرات معايير المعروف والمنكر مش المعايير الشرعية، فيقوم يجي في أمور منكرات شرعا ما يقدرش يقول، ما مش عايز يقول إنها مش منكرات، ولا يقول خلاص أنت مالك، لكن تيجي بقى في الحاجات اللي هي منكرات عنده يقول لك فين الإيجابية، يقول لا احنا لذلك بنقول الأمة الإسلامية لا تتقدم إلا بالإسلام. قول عمر رضي الله عنه إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. له جوانب كتير، القول ده قول جامع عظيم، من جوانبي أن هذه الأمة كانت أمة لم يجعل الله تبارك وتعالى لها مقومات من المقومات المادية اللي كان عند غيرها، عشان تظل الأمة دي مقومها الرئيس الإسلام، تدور على غيره مش هتنفع. من الأسباب ديت بالإضافة لكده إن الأمة لو هجنت الإسلام بغيره أو دخل معاها مكونات تانية مش هتبقى منسجمة مع نفسها. لا ممكن الأمم الأخرى الكافرة نتيجة انسجامها مع نفسها تندفع عجلتها في الدنيا، زي ما أنت شايف في أوروبا أو نحو ذلك، النظام ماشي منسجم مع بعض، نظام عظم الدنيا وقلل من شأن الآخرة ورضوا في الآخرة بأي دين بس المهم دين يجمعهم وخلاص، وعظموا أمر الدنيا بس نتيجة إن هم بيربوا الناس على كده، والكلام ده بيتطبق وبتصاغ منه القوانين وبيبقى الشخص طالع عارف هو مين، الدنيا بتمشي عن ذاك. هو من ضمن مشاكل الساسة الأوروبيين وحربهم ضد الإسلام إن لو تكاثر عدد المسلمين في أوروبا وزيادة التزامهم بالإسلام يهدد المجتمعات فعلا عندهم، لأنه هو هيبتدي يخرج عنده ناس لا عنده كده حرام وكده حلال وما ينفعش. ذكرنا الأزمات المتتالية اللي هي بينزعجوا منها جدا، أن بدأ يبقى في ناس بيمثلوا قوة شرائية بتجبر المطاعم أنها تذبح اللحوم حلال، تذبح اللحوم حلال وفق الشريعة الإسلامية. إذن هو طبعا هناك بيؤمن والنظام هناك بيخلي للفرد قيمة، فلما يتكاثر عدد الأفراد اللي بينتموا لمنهج معين هيصبغوا المجتمع بصبغتهم وحيخلوا واقعهم عمال يزداد رسوخا، ذاك ما خايفين من ده جدا. المهم ان احنا ابتداء المسلم بيستقي كل مناهجه من دين الله تبارك وتعالى، يعرف المعروف ويعرف المنكر، يعرف المعروف أي يعلم المعروف من المنكر، ثم يدعو لأن يكون المعروف معروفا متعارفا عليه مقبولا والمنكر منكرا بين الناس. دي قضية في كل نظام عنده قائمة معروف وقائمة منكر، ولما تجيله للقائمة بتاعته هو يقولك لازم تأمر معروف تنهى عن المنكر. تجي العلمانيين اللي هم يعني العلمانيين متطرفين جدا، عنده اترك الدين وتدعو الى العمل وتقديس العمل، تيجي الحاجات دي يقولك لا لما تلاقي حد مقصر في عمله لازم تعمل كذا وتخلي كذا. ففي النهاية في قائمة معروف وقائمة منكر في كل نظام. مشكلة بلاد المسلمين الرئيسية تداخل قائمة المعروف والمنكر الإسلامية مع المناهج الوافدة، وصار المجتمع عنده أو اللي بيوجه في المجتمع عندهم خليط، يقوم لما يجي قضية هي في عرفك منكرة، هي في الشرع منكرا وهي وفق المبادئ العلمانية مش منكر،
يقول لك خلاص ما دام انت شايفها ممكن خليه في سرك وهكذا. لكن المسلم عنده لا يستقي الا من دين الله تبارك وتعالى، ويرى ان احدى واجباته ان يامر بالمعروف وان ينهى عن المنكر. حيثيه ثانيه، يعني هنا التمهيد بيكلم بيخاطب المسلم الذي يعرف حيثيات اسلامه، ان ليه هو مطالب مش انه يغير نفسه بس، ليه مطالب انه يحاول يغير كل واقع سيء حوله. لان الله تبارك وتعالى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، واتباع الرسل عليهم ان يحملوا رساله الرسل، ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره. ثم يقول ولا شك ان حياه المسلم باسلامه لا تكون على الوجه الاكمل الا في مجتمع المسلم. ده امر تاني اللي بيقول لك انا معليش ليس يعني ويضع الايات في غير موضعها، يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. هنا عليكم انفسكم فقوموها والزموها بالشر. ولن يضرك من ضل اذا كنت انت مهتدي. طب من ضمن الهدى ايه؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمعنى الايه ولا تزر وازره وزر اخرى، ليس عليك هداهم، كل ده داخل في معنى هذه، بس ما فيهاش ليس عليك دعوتهم. امال دور الرسل ايه؟ ده هو خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بانه ليس عليك هداهم، لكن هو في واقع الامر عليه البلاغ، اتباع الرسل كذلك. فيبقى المسلم لا يضره من ضل اذا اهتدى. طب الهدايه انه يعمل ايه؟ انه يعلم الحق ويعمل به ويدعو اليه. ولذلك كانت هذه الصوره الوجيزه البليغه التي قال فيها الشافعي رحمه الله لو لم ينزل الله على عباده الا هذه الصوره لكفتهم. والعصر ان الانسان لفي خسر، كل جنس بني الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. يبقى الايمان والعمل الايه؟ الصالح ده في حق في 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 ويدخل في الدعوه، لكن كررها واكد عليها حتى لا يتوهم ان المقصود بالعمل الصالح العمل الصالح القاصر او الخاص بالانسان. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا يكون الانسان ناجيا الا باجتماع هذه الامور. طب لو فاتته كلها يبقى ده الخسران المبين، ولو فاتوا بعضها يبقى دي درجات من درجات الايه؟ الخسرة. طيب يبقى اذا الانسان ما يقدرش يقول انا عملت اللي علي الا بعد ان يبذل وسعه في دعوة غيره. الامر الثاني، طيب لو احنا تغاضينا عن هذه الجزئية وقلنا هاب جذلا، واحد بيقول لك انا المهم اصلح نفسي ولا شأن لي بغيري، نقول له كيف تصلح نفسك؟ ما هو انت عشان تصلح نفسك هيبقى الوضع افضل كتير لو التيار كله كده. شوف كم المشقة التي يجدها الشاب الذي يريد ان يلتزم في مجتمع فيه تبرج، بينما ولو مجتمع يشيع فيه الحجاب هيلاقي قضية غض البصر سهلة. هو مش ما فيش حد هيبقى مبتلى بالنظر ده، ساعتها هيبقى لما البلاء يبلغ منه مبلغا هيروح يتلصص عن النساء، هيبقى ده انسان مريض مرض. لكن لا، ده دلوقتي اللي ماشي في الشارع رايح يصلي يمكن بيلاقي مشقة في ان هو يغض بصره، فهنا صار عنده مشكلة سببها وجود غير الملتزمين. تعال شوف اللي بيشرب سجاير. طب انت مش عايز تعبوه بمعرفة النهي عن المنكر، مع ان ده لازم. انت بيقولوا دلوقتي التدخين السلبي ضرره يقارب التدخين الايجابي، بلاش يقارب خليه جزء منه. يبقى انت تعال شوف الافراح، هتلاقي الاغاني داخله لغايه عندك، لغايه المسجد ولغايه البيت ولغايه كذا ولغايه كذا. فشيوع المنكرات يجعل الانسان يجعل التزام من يريد ان يلتزم في غايه المشقه.
فلو حتى من هذه الحيثية ان الانسان عايز يلتزم، فمن هذه الحيثية يقول احاول اخلي اللي حوالين مني ملتزمين عشان الالتزام يكون سهل. فلذلك يقول والحياة بالاسلام في مجتمع لا يلتزم بالاسلام في انظمته ومناهجه قبض على الجمر، وما اقل من يقدر على ان يكون قابلا على الجمر. فإن نظرنا إلى واقع المسلمين اليوم نجد الانحراف عن دين الله إلى مناهج الباطل والضلال ظاهرا منتشرا في الأفراد والمجتمعات، مما يستوجب على كل مسلم غيور على دينه يفهمه الفهم الصحيح الشامل، ألا يقف موقف المتفرج السلبي الذي يتحصل على وجود الفساد دون أن يحرك ساكنا لإزالته والإقامة الخير والمعروف مكانه. وهذا الموقف السلبي من الكثيرين من الملتزمين يدل على نقص الإيمان، ولا بد، لأن الجميع يخالط المجتمع ويعيش فيه هو وأهله وأبناؤه، ويتأثر وهو يرى منكراته المختلفة في التعليم والإعلام والقضاء والتشريع والحكم والحرب والسلام والاقتصاد ووضع المرأة وسائر أنظمة المجتمع. فمن لم يستشعر وجوب تغيير تلك المنكرات ويشارك في تغييرها بكل ما يقدر عليه من أنواع القدرة بنفسه أو مع غيره من إخوانه المسلمين أو بأمر القادرين وحثهم على التعاون على ذلك، فهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن جهدهم بيدي فهو مؤمن، ومن جهدهم بلساني فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبي فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خط. يبقى هنا دي قضية مهمة جدا. لما بنيجي نقول تغيير بنقول تغيير واقع مخالف للإسلام. نعم طبعا في حاجات موافقة، ولكن بنقول الواقع المخالف. ما هو المخالفات الكثيرة الموجودة في معظم مناحي الحياة؟ هذه المخالفات نريد تغييرها إلى واقع موافق للإسلام، ده اللي بنقول عليه التغيير. وفي نفس الوقت قلنا الموضة دلوقتي يقول لك الإصلاح، والإصلاح مصطلح شرعي ومصطلح حسن، إلا أن هم يعني من باب تسمية الأسماء بغير الأشياء بغير اسمها بيسموا إفساد العلمانيين وغيرهم إصلاح. نقول له ماشي، الإصلاح ده معناه أنك عندك شيء فاسد عايز ترجعه لإيه؟ لوضع سليم. ما بيجي يقولوا الطب مثلا بيعملوا إيه في الطب؟ أول حاجة بيدرسها الوضع السليم لأجهزة الجسم. يقول له البني آدم السليم بيبقى مثلا الحجم أعضائه كذا، حجم الكبد كذا، وحجم الطحال كذا، بيتنفس مش عارف كم مرة في الدقيقة، الضغط بتاعه بيبقى قد كده. يقعد يدرس الوضع السليم، يبقى اي وضع، وبعدين يدرس الانحرافات اللي ممكن ما تبقاش محصوره. بيدرس اشهر الانحرافات، ممكن ايه يقول لك مرض جديد ظهر. يعني ايه مرض؟ يعني الانسان مش طبيعي، مش طبيعي، درجه حرارته مش طبيعيه، ده مرض. جايه منين؟ ممكن يقول لك اصل في التهاب، في عضو من الاعضاء تضخم، عضو ضمر، عضو مات، توقف عن العمل. يبقى اذن وكل مرض من دول له اعراض وله طريقه اصلاح، اذا كان الطب وصل لطريقه اصلاح. ايه الاصلاح؟ يقول لك انا عايز ارجع الوضع الى الوضع المثالي. يبقى هو دايما لما بيجي يقيس الضغط للمريض يقول ده لا، انا عندي الوضع المثالي 120 على 80 مثلا. طلع اي رقم تاني تحت فوق او تحت يقول لك عايز ارجعه لايه؟ للضغط المثالي دوت. يقعد يدور ايه اللي خلاه ينحرف عنه او يديله العلاج. يبقى ده الاصلاح. الاصلاح انك بتعيد الشيء لصورة مثالية معروفة. فلما بيجي يتكلم على اصلاح المجتمع بنقول له هو كل واحد هيخترع لنفسه
صورة يراها إصلاحا وقول عايز أودي الناس لها، نقول له لا، احنا عندنا شرع شرعه الله تبارك تعالى لنا. الإصلاح هو ان احنا نجد نلاقي نجعل واقع الناس موافق لهذه الصورة. يقول لك طب ما هو الشرع ده نزل من امتى ويتطبق في احوال ايه؟ نقول له لو برضو هنضرب مثال، لما بيجي بتوع الحي يدي يقيم صلاحية المباني، بيقيم الأعمدة والأساسات وملوش دعوة بقى بالباقي، ويقولك ان الشروط اللي بيطبقها على الإسكان الفاخر نظريا يعني هي اللي بتطبق على الإسكان المتوسط، هي اللي بتطبق على الإسكان الشعبي، لأن هو معاييره معايير لا تتغير بتغير نوع التشطيب، ومعاييره لا تتغير بتغير الجغرافيا. دي معايير أمانة، أمان ثابتة، مفروض أنها حتى عالمية. فإذا هو بيجي يقيم لك الكلام ده ويقول لك الباقي أنت حر فيه. ده تقريبا لو قلنا ده مثال، نقول له لا، الشرع صالح التطبيق في كل زمان ومكان، ولأنه بيديك المعايير التي يحتاجها أهل كل زمان ومكان. إيه اللي الناس عايزة في تعاملاتهم؟ عايزة العدل والرحمة، وعايزة تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. لكن مرة الناس على سبيل المثال يعني شايفين إن اللي يحقق المصلحة إن اللي محدش يتملك حاجة، النظرة الشيوعية في للمال، واللي احيانا بيتراكم مع النظره الشيوعيه للجنس، يعني المال والجنس مشاع. ناس شافوا كده، جابت مفاسد عبر التاريخ، وما منعش هذا ان الدعوه لشيوعيه المال تتكرر عده مرات، واخرها الدعوه الشيوعيه الحديثه اللي هي انهارت تقريبا. في لا ناس تانية يقول لك خلي كل واحد ياخد ماله وما يبقاش عليه التزامات، لا تسائله، ولا او يعني يضيق جدا نطاق المساءله. لا، احنا بنقول له الشرع لك لا، انت ما عايز العدل وعايز المصلحه، الشرع وصف لك شيء دواء ناجع لهذا الامر انت تثق بيه بمقتضى انه من عند الله تبارك وتعالى. وده اطار زي اطار الاعمده الخرسانيه للبناء. طب هو الناس في الزمن ده بيكثر البيع بالنقود، وهنا بتكثر المقايده، وهنا بيكثر كل الكلام ده، النظام الشرعي يستوعبه ويستوعب التغيرات اللي ممكن توجد في حياة الناس في النظام الاقتصادي او في غيره من الانظمة. يبقى اذا نقول له الـ هنا في النظام الشرعي في كل مناحي الحياة، وهذا النظام في من عوامل المرونة. طبعا بعض العلمانيين اللي جايين يستدرجوا الاسلاميين، قال خلاص مش عندكم مرونة، طبقها حتى على كل حاجة. ده بالظبط كده زي ما بقول لك استصحب المثال، الحي عنده مرونة، المرونة بس لها حدود. بيجي هو ملوش دعوة بتفاصيل التشطيب، هو بيقيم معايير سلامة، وفيما عدا ذلك هو عنده مرونة وساعات يعني. لكن فبرضه نفس القضية، احنا عندنا في قضايا في الشرع ما دام اتى بها الشرع تبقى دي من الاساسيات اللي ما ينفعش تتغير. وبعدين دايما هتلاقي المعايير الموجوده في الشرع في المعاملات هتلاقيها تشابه الاعمده في البناء. مش هتلاقي ابدا وصف تفصيلي انك لما تحب تشتري تروح مثلا عايز تشتري شقه تروح المكتبه وتقول له عايز عقد بيع شقه وفقا للقانون سنه كذا، لا مش هتلاقي كده ابدا الاجراءات التفصيليه دي. انما هتلاقي ايه المطلوب، الحد الادنى في عمليه البيع عشان تبقى عمليه تحقق مصلحه الطرفين ولا تؤدي الى وجود شجار ولا نزاع ولا تباغض ولا تحاسد بين الطرفين. يبقى اذا نحن عندما نقول تغيير او اصلاح، بنقول تغيير من الواقع المخالف للشرع الى الواقع الموافق للشرع، وهو هو الاصلاح. لان تعريف الاصلاح، تعريف الصلاح عندنا، الصلاح من الفساد، الصلاح هو ما وافق الشرع والفساد هو ما خالفه.
والمباحات مما يوافق الشرع، عشان ما حدش يجي يقول لنا برضه يبقى الإصلاح ان احنا نيجي للمخالف للشرع ونخليه موافق له. هذا هو الإصلاح عندنا. يبقى ده معنى التغيير وده معنى الإصلاح. ليه؟ لان هو شاع في اوساط الصحوة الإسلامية، ودي قضية برضه لازم ننتبه اليها. شاع مصطلح التغيير، ثم ان المصطلح ده كأنه مبطن في معنى، وهو ان التغيير هو تغيير الأنظمة الحاكمة مع رواج نظريات المواجهة المسلحة ونحو ذلك. لا، احنا بنقول تغيير الواقع. وبالتالي لما بتلاقي الصورة ديت انت بتقول لما بحقق درجة تغيير، لما بحقق درجة تغيير في المجتمع في على مستوى الإدراك أو على مستوى التطبيق. يعني بلا شك الآن الوعي بقضية البدع والسنن زاد. ناس الوعي بأن في المعاملات في حاجة اسمها ربا الناس تسأل عليها، في المعاملات المالية زاد. ممكن تلاقي التطبيق متأخر شوية أو متأخر كتير. الوعي بقضية الحجاب وقضية وضع المرأة في الإسلام ساد، وإن كان التطبيق ممكن تلاقيه متأخر كتير. هذا الوعي قدر من التغيير، والتطبيق به قدر مطلوب من التغيير. ولكن أحيانا البعض لما بيجي يقارن بين تجربتين لا يرى إلا صورة ضيقة ومعنى ضيق للتغيير، فيقول لك التجربة التركية هي أنجح تجربة إسلامية في العصر الحديث. طبعا لازم نتكلم عن التجربة التركية بمزيد من التفصيل. طب ليه يا أخوانا أنجح؟ طبعا احنا لا ننفي أنها حققت قدر من النجاح. يقول لك أنجح لأنهم وصلوا للحكم. طيب السؤال، لما وصلوا للحكم وفي ذات الوقت الحكومة اللي هي مفروض حكومة إسلامية بتصدر تصاريح البغاء، هل ده تغيير؟ في جوانب تغيير موجودة، عشان كده بقول القضية ده بس مجرد مثال. ليه اعتبر ان دي انجح تجربة اسلامية معاصرة؟ لا شك ان هو ذهنه محصور في صورة معينة من صور التغيير، سواء صرح او لم يصرح، وهي الوصول الى سدة الحكم. طبعا المجتمع التركي له ظروفه وله اعتباراته. وبالمناسبة برضو احنا هنسبق الاحداث شوية ونقول التجربة التركية لم تحقق نجاح، اذا كان القدر اللي حققته من النجاح، الا لانها في المقام الاول كانت تجربة تربوية تخاطب عموم الشعب، وكانت في غاية كانت مضطهدة غاية الاضطهاد ومحاصرة. وبرضو هنا من ضمن الانصاف في عرض الواقع انها تجربة محسوبة على التيار الصوفي، وهي تجربة بالفعل تجربة صوفية، ولكن الصوفية درجات. فهي دي التجربة التركية كانت في الأصل تجربة صوفية، ولكن مش صوفية مغرقة في الضلال ووحدة الوجود. لأن دلوقتي بقى كأن يعني كان في لغاية وقت قريب، أو هو حتى الآن الموقف الرسمي للأزهر من ابن عربي داعيه وحدة الوجود ان كلامه كفر، والكلام ده مثبت في قرارات مجمع البعوث الإسلامية وفي جلسات مجلس الشعب المصري في سنة 79. ما أصدر قرار يعني قرار مجمع البعوث الإسلامية وأيد من مجلس الشعب بمنع تداول كتب ابن عربي، وأعيد الكلام للمناقشة في عدة مرات بعد ذلك. لكن الآن كأن من شروط حد ان هو يبقى يعني يصدر ان يكون متخرج من مدرسة ابن عربي، وتحديدا في فهم ابن عربي كما يراه الغرب، كما ترى فرنسا واسبانيا، لان دول شايفين ابن عربي من نظر من وجهة نظر الرجل اللي هو ألف يعني ان هو إله، هو بوذا وهو عيسى وهو كل معبود على وجه الأرض، وبالتالي دينه هو كل الأديان عنده صور مختلفة لدين واحد وهو وحدة الوجود والعياذ بالله. الحاصل لا، التجربة التركية تجربة
صوفية ولكن فيها بعض البدع الصوفية، ولكن في ذات الوقت فيها من الشريعة أو كان بديع الزمان النورافي، يعني له اطلاع على كتب العقيدة وله فيها كلام جيد ولو معرفة بالشرع والجهاد وتغيير المنكر، فلا يعد ان هو مدرسة صوفية خالص. وكانت المدرسة ديت يعني لها اعمالها التربوية اللي ظهرت بعد زمان، ان المجتمع التركي بعد العلمنة بقوة الحديد والنار، لا ان الجيل الجديد فيه جيل يبحث عن الاسلام، جيل يبحث عن الاسلام وسط دولة بتحاول تطبق الديمقراطية بمفهوم غربي. فبدأ الجيل من الإسلاميين يستثمر المناخ الديمقراطي اللي موجود ويحاول يوصل، وبالفعل قدم نفسه للناس بطريقة جيدة، فحقق نجاح من في قضية الانتخابات هيجي الكلام عليها كما ذكرنا، لكن في النهاية ما زال محكوم بسقف القانون العلماني اللي من ضمنه ان الـ ما يقدرش يغير قانون، هو وصل الوزارة بس ما قدرش يغير القانون، فالوزير مفروض عليه انه يطبق القانون، فالقانون بيقول فيه بغاء والبغاء يخرج له تصريح رسمية، فالوزير الاسلامي لازم يخرج تصريح بغاء رسمية. طبعا الحكومة التركية الاسلامية هتعمل ايه؟ هتضطر توجه خطاب في الاعلام يحذر من البغاء، ويدعو البغايا الى التوبة، ويدعو الزناة الى التوبة، وكل ده جزء حسن، لكن يبقى الاخطر ان هو ما زال مع انه عنده سلطة سايب البغاء، بل هو اللي مطلوب منه يحميه، لان هو السلطة اللي تحمي القانون، فالقانون بيقول له يطلع التصريح، والتصريح ده يساوي حماية قانونية بكل ما تعنيه الكلمة من فإذا ليه بيتقال أن التجربة التركية هي أنجح تجربة تغيير في الواقع المعاصر؟ لأن اللي بيتكلم على التغيير مش شايف أن انتشار الحجاب في بلاد المسلمين مش شايفه تغيير يذكر، مش شايف أن انتشار دور تحفيظ القرآن مش شايف أنه تغيير يذكر، مش شايف ان انتشار سماع الشريط الاسلامي وجود القنوات الاسلامية مش شايف كل ده ان ده تغيير يذكر، هو كل ذهنه في النهاية مين موجود في سدة الحكم. طبعا بالذات لو ان الاسلاميين اللي في الحكم قدروا يعملوا بعض المواقف اللي هي نبعة من منبع اسلامي، بلا شك النظام التركي أظهر درجة اعتزاز بالنفس قدام الغرب درجة مبهرة، ودرجة تأييد للفلسطينيين يمكن هو مع أنها معدودة بأنها دولة غير عربية، والقضية سموها زورا وبهتانا القضية العربية، إلا أن تركيا دلوقتي بتدخل في القضية بتتكلم أكتر من كل الدول العربية الأخرى. لكن في النهاية لا، لما بيعملوا كده بيقولك لأن تركيا دولة عظيمة، ما يقدرش، هي بالفعل نابعة من اعتزاز اسلامي، لكن لا، الاعتزاز الاسلامي عنده لازم يكتمه، ومعها كما ذكرنا تمرير كثير من المنكرات. دي ما اسمهاش انها انجح تجربة تغيير، ده لو اعتبرنا انها شرعية، طبعا هنبين الحكم فيها، ولكن على الاقل اللي هو منبهر بها جدا بيغفل عن عمد، او لانه انحصر ذهنه في ان التغيير اللي هو بيتكلم عليه قضية معينة، ان هو الوصول الى سدة الحكم، فبينكر او يغفل كل مظاهر التدين وانتشار الدين اللي موجودة، اللي هي ما تقتلعش بانتخابات سواء مزورة او غير مزورة، دي امر بيتكون في النفوس. التربية الاسلامية اللي وجدت في تركيا في عصر الدكتاتورية لم تقتلع بالدكتاتورية، وفضلت موجودة لغاية ما جه بتوع التجربة البرلمانية استثمروها، لكن لو ان التجربة البرلمانية محضة دي بانتخابات بتضيع الدنيا مزورة او غير مزورة، بان الناس يتسخطوا، ما ممكن
هو لازم كل الإسلاميين ينجحوا في الإدارة القضية المنهج الإسلامي وفي تطبيق، والتطبيق عايز يعني تطبيق على أمور كبيرة. ممكن تجد حد يفشل في الإدارة أو يفشل أو يبقى عليه ضغط ضغوط خارجية أو نحو ذلك، لما يفشلوا هينقلب الدنيا عليهم. دي القضية. فالمهم ان احنا الفقرة ديت بنقف فيها عند قضية ان احنا عندما نتكلم على التغيير او على الاصلاح، الاثنين بمعنى واحد من وجهة نظرنا، ولكن دائما نقول التغيير من المخالف للشرع للموافق للشرع، وهذا بعينه هو الاصلاح، لان احنا عندنا وصف الصلاح والفساد نكتسبه من الشرع. فما وصفه الشرع بانه صالح وهو موجود يبقى عايزين نثبته، وصفوا من الأمور الموجودة ما يكون حكم الشرع فيه أنه فاسد يبقى عايزين نغير. فهذه قضية. الأمر الآخر أن هنا لما بنقول تغيير المنكر، احنا قلنا عندنا في مصطلحات في هذه القضية: الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله. دول يعني تقدر تقول قضية واحدة ولكن من بتنظر لها من زوايا مختلفة، وممكن تعتبر بعضها أعم والآخر أخص، ولكن في النهاية دي إحدى فروض الكفايات. طيب، فروض الكفايات اتكلمنا عليها في الأصول وفي غيرها، إن فرض الكفاية، فالفروض منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية. فرض عين يبقى مطلوب من كل مكلف بعينه أن يقوم به، وكل مكلف يحتاج إليه. كل مكلف عايز يصلي مطلوب منه يصلي، والشرع طلب الصلاة من كل مكلف لأنها لا صلاح للعبد إلا بهذه الصلة بينه وبين ربه. يبقى ده فرض عين مطلوب من كل مكلف بعينه أن يفعله. أما فرض الكفاية فهو أمر مطلوب من الأمة كأمة أن يوجد فيه، أو من جماعة المسلمين أن يوجد فيهم هذا الأمر. فلا بنقول أنه متى قامت به كفايته سقط عن الجميع. يبقى لو ناخد مثال بحاجة بسيطة، واحد مات، فرض عين على من حوله من المسلمين، فرض كفاية على من حوله من المسلمين أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه. طب الغسل يقوم به رجل اثنين، خلاص مش لازم أهل القرية أو أهل المدينة كلهم يغسلوه، لأن هو المطلوب الغسل. طب الغسل يكفي كام؟ واحد اثنين يبقى هم خلاص وجدوا، يبقى سقط الإثم. قام من يكفي في أمر الغسل والكفن الواحد أو الاثنين أو متى كان كيف كان الأمر، قاموا به سقط الإثم عن الجميع. ولكن هذا تراخى والآخر تراخى فلم يتم هذا الواجب، أثم بعض العلماء بيقولوا أثم الجميع، والبعض بيقولوا أثم كل قاضر، وهو التعبير الأدق، لأن الغير مستطيع ده لو كان فرض عين ما كانش هيبقى واجب عليه، كان هيسقط بالإيه؟ بالعجز. فكيف لو هو أصلا فرض كفاية؟ يبقى لما إذا لم تقم به كفايته أثم إيه؟ كل قادر أثم. ولكن عايزين ننبه هنا أن القدرة بنفسه أو مع غيره أو بحث غيره، وده اللي خلى بعض العلماء يقول أثم الإيه؟ الجميع، لأنه ينظر جدا تلاقي حد مش قادر ولو بواحدة من دول، ولكن وارد. فيبقى لازم نقول التعبير الأدق. يبقى هنا الإنسان مخاطب طالما وجد معروف غير مطبق، ووجد منكر موجود، فصار هنا فرض كفاية وعلى الأمة، وغالبا ما لا تقوم به كفايته فيبقى كل واحد له قدرة مفروض يقوم بها، إما بنفسه أو مع غيره
او بامر غير بنفسي في منكرات تعرف تنكرها بنفسك، منكرات اللي بتتم داخل بيت الانسان، منكرات اللي بتتم من صديقه وجاره يقول له، في منكرات لازم ينكرها مع غيري ما يقدرش يعملها لوحده، او صور من صور الدعوة ما يعملهاش واحد لوحده، في صور دعوة ينفع تعملها لوحدك زي ما قلنا، ايه هتكلم جارك تكلم صديقك. الان صلاة الجماعة صلاة الجمعة الدرس ما يعرفش حد يعمله لوحده، ودي صور قريبة من الصور الفردية، ان الصلاة عايزة اللي يفتح المسجد واللي يأذن ونادر واحد يعرف يعمل الكلام ده كله لوحده، واحد هيفتح المسجد، واحد هيأذن، واحد هيصلي الجماعة، واحد وهكذا خطبة الجمعة وهكذا الدرس، ناهيك عن الامور اللي بتحتاج تعاون اكتر من كده، ان واحد يعني الصور سواء كتابة الكتب او نشرها، الان القاء الدرس وبعد كده بينشر بوسيلة ما بيوضع على الانترنت، كل دي وسائل تحتاج اجتماع. فاذا القضية ان الواحد مش يكتفي بالامور اللي هو يقدر عليها بنفسه ويقول هي دي اخر قدراتي، لا ممكن تقدر مع غيرك. صحيح مش كل الناس تقدر تدي الدرس، بس في يقدر ان هو يهيئ المسجد او يجيب اخوانه معاه او نحو ذلك، يبقى قادر مع غيره، يبقى بيمثل جزء من مجموع بيقوموا بالواجب ده. فحصل في يقول لك في حاجات مثلا شبهات او منكرات عايزه بيان وتوضيح، ليست كل الناس تملك هذا البيان، ولكن يملك انه يساعد كما ذكرنا في الاعداد لان يتم الدرس او الخطبه، يساهم في نشرها بعد كده، خلاص هو اتقالت وفهمها، اجتهد انه يفهمها وننقلها بلغته هو او باسلوبه الخاص، يقربها لاخواني زملائي نحو ذلك. يبقى لما يكون الانسان عمل ما يقدر عليه في خاصة نفسه وما يمكن ان يساهم به مع المجموع ويأمر الاخرين، مش شرط الانسان يكون بيجيد حاجة، ده دايما بنذكر في هذا المقام هذه القصة الطريفة للإمام الشافعي رحمه الله، لما كان في مرحلة الصبا واستهوى الشعر البادية وراح البادية يتعلم أشعار العرب، ورجل من عامة المسلمين كان عبد مر بيه وهو يستعرض الأشعار ويجري فيها كالسهم، ما بيعملش منكر ولا حاجة، بس شوف الرجل العبد ده وفقه وحرصه على الخير، ضربه بالصوت يعني كالمداعب أو المنبه، قال لو كان عقلك هذا لغير هذا، يعني العقل الألماعي ده خسارة يضيع في الشعر، مش يضيع بقى في الفساد، قالوا لا خسارة يضيع في الشعر، العقل دوت توظيف الأمثل انه يبقى في الفقه، ويقال انه هو الذي يعني مش قال له بس كده، لا ده راح لأمير مكة وحضه على ان يراغب الشافعي في طلب العلم، فأرسله الى الإمام مالك في المدينة ومعه رسالة يوصي به خير. شوف العلم العظيم للإمام الشافعي ده، لعله كل علوم الشافعي وما تعلمه الناس من الشافعي ويتعلمون على يومنا هذا يكون لهذا الرجل نصيب منه، لأن هو لقى الطاقة المتوقدة دي ورايحة في أمر قد يكون نفعه قليل أو لا يكون منه نفع، أخذ وجهه وهو ما يقدرش يدرس، هو نفسه ما عندوش القدرات دي، بس لاحظ شوف كم واحد ممكن يشوف طفل ذكي من أطفال المسلمين ويسيبه عمال يحفظ الأغاني، ويبقى فعلا انت أحيانا تشوف أولاد كده تلاقي الذكاء، يعني تقرأ الذكاء في أعينهم، وتلاقي سبحان الله مستخدم الطاقة دي في الضياع
وما فيش حد زي هذا الرجل يقول له انت عندك طاقة وظفها في طاعة الله تبارك وتعالى. يبقى حث الاخرين ده باب كل واحد ما يعرفش يعمل حاجة خالص بس يعرف ان ده يعرف يقول له طب انت ليه ما يروح ينصحه او ينبهه او نحو ذلك. يبقى هو ده اللي احنا بنعنيه بالتغيير او الاصلاح، وهو ده اللي احنا بنقول ايه المطلوب من كل واحد انه يعمله، انه يفعل كل ما يقدر عليه بنفسه او مع غيره او بنصيحة غيره. هنا الفقرة الاخيرة في هذا التمهيد بيؤكد على ان اذا كان المسلمين ككل مطالبين بهذا، فابناء الصحوة الاسلامية اللي ادركوا كثير من هذه القضايا، في مسلمين كتير ما زالوا بعيدين عن فهم هذا الموضوع، وممكن تلاقي عنده كتير من الخير ويفعل اركان الاسلام وممكن يقوم الليل يصوم النوافل، لكن هنا من اهم ما يميز ابناء الصحوة الاسلامية او ليه بيسموه ابناء الصحوة الاسلامية انهم اجمالا فاهمين الجزئية دي ومدركينها كويس جدا. فاذا يلزمهم اكثر ما يلزم غيرهم، لان غيرهم لسه محتاج يستوعبها عشان تخبوا بيها. واذا كان ابناء الصحوة الاسلامية هيدركوا هذه الجزئية وابتدوا يتحركوا، فان اولى الناس بهذا الذين يتبعون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأن هو ده الإصلاح التام. وأما اللي هم ممكن يشوب منهجهم بعض القضايا العقلية أو الفلسفية أو الرؤى الصوفية أو غير ذلك، فبلا شك أنهم يصلحون بعضا ويفسدون بعضا، وممكن يكون بيشيل فساد علماني بفساد عقلاني، والاثنين صنوان. وان كان طبعا يعني كل شيء يعني يقدر بقدره، يشيل فساد في معاصي يحط مكانها بدع، يبقى اذا يوجد ممن لا يلتزم بالمنهج منهج اهل السنه والجماعه، لا شك انه حيفسد بمقدار انحرافه عن هذا المنهج. يبقى اذا من الله تعالى على الانسان بالاسلام ثم من عليه بإدراكه بأهمية قضية العمل من أجل الإسلام، ومن عليه بالتزامه بمنهج السلف، يبقى لا شك لازم يقدر هذه المسؤولية. لذلك يقول لا شك أنه يلزم أهل السنة والجماعة من هذا الواجب أكثر مما يلزم غيرهم، لأنهم الطائفة الظاهرة على الحق التي تعلمه وتعمل به وتدعو إليه، وهم المؤهلون لتحقيق التغيير المنشود وإقامة الحق على صورته الكاملة. بل لم تكون الخلافة على منهاج النبوة التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون ملكا عاضا، ثم تكون ملكا جبرية، ثم خلافة على منهاج النبوة. يبقى إذن في الآخر خلافة على منهاج النبوة. طبعا الآن من كثرة الرعب اللي العلمانيين عاملينه للإسلاميين بقى ذكر كلمة الخلافة دي كأنها جريمة، والبعض يقول لك والله احنا يعني بنؤمن ان في خلافة بس احنا مستحيل تيجي قبل 100 سنة، عشان يبقى يعني ايه مفيش وارد لوجوء، ما يعني ما بقاش في من الوارد ان يبقى في تهمة آنية، يعني تقول يعني لو قلت بعد 20 سنة طب ما ممكن. طب وفي الواقع احنا لا بنقول لا 20 ولا بنقول 100، احنا بنقول ده خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان احنا نصدقه، وواجب شرعي يجب ان نعمل له. احنا دلوقتي بنعمل ايه منه؟ وهذا السؤال اللي هيجي بعد كده. بنعمل ان احنا ندعو الناس الى الخير بس. طب كيف ستأتي الخلافة؟ يأتي بها الله تبارك وتعالى. طب هل ده تواكل؟ لا، لان انت بتاخد بالاسباب الشرعية والكونية، مش ان انت تحلم وبعدين تقوم تتخيل ان الاحلام دي واقع، او يبقى في وعد من الله تبارك وتعالى فانت تحط له تاريخ من دماغك. ده حتى الصحابة الذين وعدوا ان يدخلوا المسجد الحرام
وتحركوا راحوا العمرة. تلقائيا لازم يجي في ذهنك ان الوعد ده هو احنا رايحين الايه المسجد الحرام، فمنعوا منه، وكانت المصلحة انهم يرجعوا فأمروا بالرجوع. عمر رضي الله عنه يقول للسلام: ألم تقل لي أني آتي المسجد ومصلي فيه؟ فالرسول يقول له: هل قلت لك العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومصلي فيه. يبقى إن حتى سبق الذهن اللي حصل أن الوعد الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن هم حيصلوا في المسجد الحرام وفعلا خذوا قرار حيروحوا العمرة، يجي في ذهنك على طول ان هو ده الايه الوعد. لا، مش هو، كان ممكن يكون هو وممكن ما كانش. ايه الوعد اللي جه في الذي بشر به المؤمنون نصا انهم سيدخلون المسجد ويصلون، وهم راجعين فخلاص ما راحوش وما كملوش ورجعوا. ده شوف رجعوا رغم ايه، ان الاسباب الماديه كانت في صالحهم، وكانوا لو حبوا يدخلوا المسجد بالقوة كانت الموازين في صالحهم، ولكن منع الله تبارك تعالى وبين لهم العلة بعد ذلك، من أنه من وجود المؤمنين المستضعفين الذين لم يظهروا إيمانهم في مكة. وبالفعل جاء وعد الله وصدق الله رسوله الرؤيا بالحق وتحققت في العام الذي بعده. يبقى إذن في وعد بالخلافة، نعم نوقن به، نعم ده مش معناه حد يقوم رايح يعني على جبل ورافع راية ويعلن خلاف، أو يعني ولا معناها مصادمة السنة الكونية، ولا معناها ان احنا لازم نحط جدول زمني، ولا معناها ان احنا نفرض على الله تبارك وتعالى انه في طريقة معينة ينفذ بها وعد. انت مطالب بايه؟ بالدعوة الى الله والامر معروف النهي عن المنكر والثقة بوعد الله. طب حد كان يصدق ان تركيا بعد كل العلمانية اللي هي عاشتها تبقى الان هي دي صورتها؟ حد يصدق ان اوروبا التي قلب اوروبا الذي استعصى على الفتوح الاسلامية، الفتوح الاسلامية كانت الاندلس وقفت عند فرنسا، وبعدين ومع ذلك رجع الغرب طرد المسلمين من الاندلس، في نفس الوقت المسلمين كانوا بيدخلوا تاني اوروبا من جهة الشرق، ومع ذلك برضو جيهم عند النمسا وبلغاريا ووقف، وبعدين رجعوا تاني وانحصروا جوه تركيا. قلب اوروبا استعصى على الفتوح الاسلامية في كل تاريخ. الان قلب اوروبا هم بيقولوا قد يكون هذا في ارجاف ولكن له اصل الكلام، بيقولوا سنة 2050 هتبقى اغلبية اوروبا مسلمة بلا حرب ولا قتال ولا غزو. فالناس يقولون لا 2050 ايه ده 2030. طبعا ممكن يكون الكلام فيه قدر من الاستثارة عشان الناس تتحرك وتزيد من عدائها في الاسلام، ولكن هو عمره ما هيقول كده غير وبالفعل في معدل نمو مضطرد للاسلام في اوروبا. اذا هنيجي احنا نشترط على الله تبارك وتعالى طريقة لادخال الاسلام في اوروبا؟ لكن لما كان ساحة الجهاد مفتوحة وكان معايير وضوابطه قائمة فتح المسلمين الاندلس وكان ده عز في وقته. الان هم عاجزين، طب العاجز يرتكب حماقات ومع هذا العجز يقدر الله تبارك وتعالى اسباب من عندي. يوم هم بيقولوا ان هم بدون حرب وبدون جهاد ومع ان هم اللي بيحاربوا المسلمين في كل ساحات الارض، هم خايفين على اوروبا نفسها بل على قلب اوروبا في فرنسا وايطاليا انها تتقلب اسلامية في غضون التاريخ اللي هم بيقولوه ده. طبعا بالنسبة لمعايير تاريخ اعمار الامم كأنه غدا، وهم بيحاولوا يقولوا تاريخ قريب قدر الامكان، والله اعلم ممكن يكون ده او قبله او بعده، ولكن في النهاية احنا ما بنتكلمش على الا على الثقة بوعد الله والعمل على ما نقدر عليه والعمل على ما نملكه من اسباب
وما يتاح أمامنا من وسائل للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فيقول: بل لم تكون الخلافة على منهاج النبوة التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خلال عمل أهل السنة والجماعة ومنهجهم ودعوتهم. ولذا فإن تقصير بعض من ينتسب لأهل السنة ومنهج السلف في هذا الباب يقطع في صدق انتمائه لهم، وما أكثر ما تتردد الأسئلة وتتعدد المحاورات حول منهاج التغيير ووسائل بين الاتجاهات الإسلامية المعاصرة والتي يتبنى كل منها جماعات مختلفة، كل منها تؤيد مطالب الحجج وبيان الإيجابيات، وربما جزم البعض أن لا وسيلة ولا منهج إلا ما يرونه هم. يقول البحث: ونحن في هذا العدد نطرح بعض الاتجاهات الأساسية في التغيير دون بسط في الأدلة، ونعرض سلبياتها وإيجابياتها لينتفع أبناء الصحة الإسلامية بالإيجابيات ويحذروا من السلبيات، وليكون ذلك خطوة على طريق التكامل والتناصح المطلوب بين أبناء الصحة الإسلامية. نكتفي يعني اليوم بعرض هذا التمهيد، ونشرع بإذن الله تبارك وتعالى في المرة القادمة في ذكر هذه الآراء والاتجاهات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.